من أرجى الآيات في كتاب ربنا المتعلقة بكتابه قول ربنا سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فنحن أمة الاصطفاء، نحن الذين أورثوا الكتاب، ونحن صرح ربنا بأننا ممن اصطفي. فنسأل الله ألا يخزينا بعد اصطفائنا. الكلام عن القرآن كلام ذو شجون، ولا سيما لكم، هذا كلمة أخصكم بها أنتم معشر الطلبة، معشر الذين بعضهم يحزن ويجد في نفسه أن أبويه لم يدخلاه المدرسة كما أدخل إخوانه وأدخله هو الكتاب، فهو أقلهم في الرتبة الاجتماعية. هذا أستاذ، هذا أخوهم أستاذ، وهذا أخوه كذا، وهذا أخوه كذا، وهو المسكين فقط طالب حافظ لكتاب الله. من ظن هذا وقد جمع الله له القرآن في صدره فليحذر أن يسلبه، فليحذر أن يسلبه. شوفوا عباد الله، ربنا سبحانه أخبر أن هذا القرآن جمع لنا فيه هداه، وجمع لنا فيه رحمته، وجمع لنا فيه بشارته، فهل يرد على ربنا سبحانه ذلك كله؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. جمع لك الله في صدرك هذا كله، كل هذا مجموع لك في صدرك. كتاب الله أنفق منه ما شئت دائما في صدرك، ثم ترى أن هذا خير منك. والله لو حاز أخوك ما حازه قارون وحزت القرآن لكنت الذي لكان الذي حزته خيرا من الذي حازه. عوذوا بربكم أن لا تدركوا نعمته عليكم إلا بسلبها. نعوذ بالله من أن نرى نعم الله عندما تسلب عنا، نعوذ بالله. فرحوا بنعمة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. رحمة الله القرآن، فضل الله القرآن، ورحمته أن جعلنا من أهله، هذا فضل الله، هو خير مما يجمعون. هذا كتاب ربنا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهله. هذا كتاب ربنا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهله.